أيدي عابثة ممنهجة تستخدم التكنولوجيا الخبيثة لإحداث كوارث بالعالم وتضعه أمام كارثة حضارية وإنسانية شاملة. أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة على منصة بالعربي. لم تعد الحروب العسكرية الوسيلة الوحيدة لتغيير بنية النظام الدولي وتحديد القوى المهيمنة في العالم، بل تعددت أشكال الحروب وأدواتها مثل تهديدات الأوبئة وكوارث التغير المناخي التي باتت عاملا مؤثرا في حرب الهيمنة ورسم خارطة النظام العالمي الجديد. لقد أثرت التهديدات المختلفة من الأوبئة كحالة الوباء كورونا والتغيرات المناخية التي نشهد موجاتها اليوم في العالم وتبعاتها مثل الفيضانات والحرائق وتخريب المحاصيل الزراعية التي تفاقمت بصورة كبيرة وأدهشت العالم بأحداث تغييرات متعددة في بنية النظام العالمي. كيف نتعامل مع ظاهرة التغير المناخي وهل هي طبيعية؟ إضافة لأهم الأبحاث العالمية التي تفسر هذه الكوارث ومختصر مخطط عملية الضبط العظيم التي يسعى المنتدى الاقتصادي العالمي فرضها على العالم وملامح هذه الخطة قدمناها في هذا البرنامج على منصة بالعربي، سنعود إليه في هذه الحلقة وأترككم مع فقرة منها. ومن أهم ملامح هذا العالم الذي يسعى إليه المنتدى إزالة الملكية الفردية، الاستئجار بدل التمليك، الإلغاء التام للخصوصية، المراقبة التامة للأفراد طوال 24 ساعة باليوم، تكديس المواطنين بالمدن وإخلاء الريف، المدن الذكية بمعنى السجون الذكية، تقنين استخدام الأرض من خلال فرض حظر للبشر على مناطق معينة، إلغاء النقد والتحول للعملة الرقمية، تفكيك الأسرة وإضعاف سيطرتها على الأطفال، إلغاء التمايز الفردي والولاء للتقاليد الأسرية والقبلية والوطنية والعقائد الدينية، إغلاق الزراعة التقليدية، استبدال المنتجات الطبيعية ببدائل صناعية مثل اللحوم، نقل التسوق والرعاية الصحية والتعليم عبر الإنترنت، استبدال العديد من الوظائف بالريبوت واستخدام الرقائق المزروعة للتحكم بالبشر عن بعد، وأخيرا الاعتماد الكامل على السادة بتوفير مقومات الحياة بمعنى الإقطاع والعبودية هما سمة النظام العالمي الجديد. تهدف الخطة لتغيير النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الدولي في العالم لتقريب النخبة ممن يتحكمون في اقتصاد العالم من حلمهم بتحقيق نظام عالمي واظبوا على التبشير به على مدى عدة قرون، يتلخص بأن تتمكن حكومات عالمية موحدة بقوانين ونظم موحدة بما فيها منظومة القيم والأخلاق من حكم العالم، تملي خلالها على العالم عبر الدول القوية المهيمنة والمؤسسات الدولية التي يتحكمون من خلالها بالعالم بالطرق المختلفة أبرزها الديون والتمويل. في المؤتمر الدولي الافتراضي الذي نظمه المنتدى الاقتصادي العالمي وتحدث به عدد من أهم الشخصيات العالمية من بينهم الأمير تشارلز في حينها، والذي ركز خلالها على أن الوباء كورونا كان عارضاً لكن التغيير المناخي هو المشكلة الأكبر والأكثر استدامة، وبالتالي والحديث للأمير تشارلز التغيير المناخي هو الأهم بالتعويل عليه لإنجاز عملية إعادة الضبط العظيمة. تستعين النخب بجدلية هيجل كأحد الطرق للوصول لأهدافهم عبر خطوات ثلاث، وهي أن تفتعل أزمة ثم تتحكم بردود الأفعال عبر الإعلام المسيطر عليه ثم طرح الحل لتحقيق الهدف المنشود. وتدرك النخب القائمة على هذه المؤامرة أن المطلوب للوصول لتحقيق النظام العالمي الجديد فرض إجراءات قاسية جدا تحد من حريات البشر
وتؤثر على حياتهم ومعيشتهم، وسيكون لها ضحايا كثر كما حدث بالوباء كورونا، وأن المطلوب افتعال مشكلة عالمية تعاني منها البشرية والحكومات ولو ظاهرياً، حتى يتم التمهيد والتبرير لاتخاذ إجراءات عنيفة. وأحد صور هذه المشكلة المفتعلة هي تلك الحرائق التي تنتشر بصورة غير مسبوقة كما يحدث في هذه الأيام في عدد من دول العالم، خاصة الدول التي ترتفع فيها درجات الحرارة صيفاً، بشكل طبيعي لربط الحرائق بارتفاع درجات الحرارة. تمكنت النخب من تطوير تكنولوجيا للتأثير على المناخ وتلقيح السحب لإسقاط الأمطار في أماكن يحدث فيها ارتفاع منسوب البحار وحدوث فيضانات لتقليص وإعدام الرقعة الزراعية بملوحة مياه البحار، ومنع الأمطار بأماكن أخرى ينتشر فيها الجفاف وتساعد بانتشار الحرائق بأماكن أخرى. نسعى من خلال منصة بالعربي لفت نظر العالم لوجود من يعمل على فرض إرادته على أمتنا كجزء من المنظومة العالمية عبر كافة الوسائل والأدوات، لتحويلهم لعبيد عبر خطط تفرض على العالم تبدو إعلامياً في ظاهرها رحمة وفي باطنها عذاب واستعباد. الخطوة الثالثة من جدلية هيجل هي الإعلام، سواء بالوسائل والقنوات التي تلعب بوجه مكشوف أو تلك التي تؤدي الدور المطلوب منها بخبث، حيث تورطت كلها بالترويج للدعاية الكاذبة لتهيئة الرأي العام العالمي والعربي. بعض هذه القنوات سخرت مساحة واسعة من الأخبار والبرامج لتغطية الجوانب والأحداث التي ترتبت على التغير المناخي وموجات الحر والأعاصير، وعليه وجب التنبيه والحذر حتى لا نقع في فخ التغير المناخي كما وقعنا في فخ الوباء كورونا المفتعل. أجمعت كل الدراسات المتعلقة بأسباب التغير المناخي والكوارث التي تلحق بالجيل الحالي وستلحق بالأجيال القادمة بأن الجاني في جريمة التغير المناخي هو الأنشطة الرأسمالية. الكاتبة السياسية الكندية نعومي كلاين وصفت جريمة التغير المناخي في كتابها عقيدة الصدمة وأسمته رأسمالية الكوارث، وحملت في كتابها المسؤولية للرأسمالية بما جرى للمناخ وما نتج عن ذلك من أخطار وكوارث، وشددت كلاين على ذلك في كتاب آخر أصدرته بعنوان الرأسمالية في مواجهة المناخ في العام 2014. لا يختلف عاقلان على أن الإعصارات وموجات الحر وما يترتب عليها من فيضانات وحرائق نشهدها في هذه الأيام ناجمة عن التغير المناخي، وهذا التغير غير معهود عبر التاريخ المناخي، وأن هذه الظواهر غير طبيعية بل جرائم يرتكبها البشر. بعض هذه الجرائم ناجم عن جشع تورطت به الرأسمالية لتعظيم أرباحها دون النظر لقيم البيئة والإنسان أو أي اعتبارات، من خلال استخدام طاقة سوداء رخيصة في الصناعات تبعث الكربون بأجواء العالم، وأيدي عابثة ممنهجة تستخدم التكنولوجيا الخبيثة لإحداث كوارث في العالم وتضعه أمام كارثة حضارية وإنسانية شاملة تستثمرها لتمرير مخططاتها لحكم العالم والبشرية وتحقيق مخططات تبشر بها منذ قرون لفرض مخطط إعادة الضبط والهيمنة على العالم في نظام عالمي جديد. كنت معكم محمد أبو أعمر.